قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. نتيجة مباراة الوداد ويوسفية برشيد. انتهت المباراة التي جمعت بين فريق يوسفية برشيد والوداد الرياضي بالتعادل السلبي في إطار استعدادات الفريقين للبطولة الاحترافية، وكان فوز البنزرتي قد اعتمد على التشكيلة التالية: عيسى السيودي، بدر جادرين، محمد رحيم، إبراهيم نجم الدين، حمزة أيت علال، حمزة أسرير، أنس سرغات، لوران جونيور كباكبو، وسفيان كركاش، وميشيل باباطوندي، ثم بلال زياني. يشار إلى أن الوداد الرياضي لكرة القدم قد تعاقد في الميركاتو الحالي مع كل من منصف شراسم من فريق شباب أطلس خنيفرة، حيث التحق أول أمس بتدريب الفريق الأحمر. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.